ناوي لهذا الشيء لله سبحانه وتعالى يجيك مضرة. صحيح. أنا في قصة أنا ما ودي أقولها دائم بس أقولها لأجل أن الناس تتعظ وأنها تتصدق وأنها تعطي. يا سلام. أنا مرة في الشرطة ما اللي دخل في المسجين ولا اللي دخل في السجن. نعم. أنا في الدوريات وكنت نائب رئيس الدوريات. ما شاء الله. وكان واحد من أخويا أيام الأمن الشامل كان المرور عندنا. وجاء واحد من يم الخرج هنا وسوى دور وظيفة ضعيف صدم له واحد ودخل التوقيف. يبون كفيل ما لقوا. يبون أحد يكفله ما لقوا. يبون أحد يعرفه ما لقوا. قاعد في السجن. يبون يدفع فلوس ما دفع. الله المستعان. قاعد 11 يوم. والله. كلمني الله يذكره بالخير عبيد عايض واحد من أخويانا طيب بعد وخير وفي دين قال يا محمد عندنا واحد في ذي هو المسؤول عن المرور عندنا ولك كم يوم مسجون والله ما لقينا من يطلعه ولا لقينا من يكفله تكفلك والله شف الكفالة صعبة صح لكن أنا بنزل أشوف شو وضعه وأنا أنزل وأنا وراقي قال عليه 3500 واحد الأوراق اللي عنده 3500 كنت 3500 بس قال لي قلت خلاص هذه 3500 بيض الله وجهك جابوا هنا جابوا لنا ثوب مدرن والله انت ثوب سيود والله ضعيف ضعيف وانا اعطيه 200 قلت هذه توصلك اهلك جزاك الله خير شف فعل خير ما يرجي فيه الواحد الا لا يرجي في السمعه ولا يرجي في شخص لكن انا اقول اضرب مثل ابي الناس تتعود وتستفيد جزاك الله خير يوم اني اعطيت 200 روح قال عطني حسابك اجود بعدي مسدد قلت شوف والله انا ما ابي الا من الله سبحانه وتعالى روح ما ابي منك شيء توكل قال اي والله يبين وجهك ويبارك فيك قضيت انا طلع الرجال وراح له والله اني اطلب واحد 20,000 وانا بايع عماره ما هو مسددني الا بعد 8 سنوات قصدي 4,000 وراتب 8,000 يعني ما يقدر يسددني والله المستعان والله العظيم اني مسدد الصباح وان العصر في مشبي في الاستراحه اني يوم دخل علي مع الباب والمخاب يترجم وانه مع 20,000 القيمه كامله ال20 اللي ما جايتني الا بعد 8 سنين هاي لا هاي الا ها والله العظيم ان هذه صايره علي انا وانا اضرب بهالمثل دائم لاجل الشيء ما يصير سبحان الله يا ولد انت تقول لي ما جاك الا بعد 8 قال سهل ربي سهل ارض لنا باعها اخوي قبل امس ويوم دريت اليوم له جاب الدرهم الله المستعان وقلت ما لها الا محمد طيب ابو فا